السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة أنفو إليكماتي. في هذه الحلقة سنشرح أداة هامة واسمها SCRCPY. هذه الأداة تتيح لنا عرض شاشة الهاتف على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا، كما تمكننا من التحكم في أجهزة الأندرويد من خلال اتصال عبر منفذ USB أو عبر الواي فاي باستعمال البروتوكول TCP/IP. هذه الأداة متاحة على أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس وهي مجانية. ستجدون رابط الموقع GitHub أسفل صندوق الوصف، كما ستجدون رابط مباشر للأداة. بالنسبة لمتطلبات التشغيل، على الأقل النسخة 5 من الأندرويد والواجهة البرمجية 21. يجب تفعيل الخيار USB Debugging، خيار تصحيح الأخطاء في جهاز الأندرويد. تفعيل هذا الخيار يختلف من جهاز إلى آخر. إذا بالنسبة للهاتف الذي أشتغل عليه، ستجدون طريقة تفعيل هذا الخيار في فيديو سابق سأضعه في أسفل صندوق الوصف. هنا بعض الأجهزة تحتاج إلى خيارات إضافية. إذا للتفعيل على لينكس، apt install scrcpy. هنا يهمنا ويندوز، سنشتغل على ويندوز. هذا هو رابط الأداة. هناك كذلك في هذا الموقع بعض الأوامر يمكن الاستفادة منها. إذا سأضغط على رابط تنزيل الأداة. إذا حجم الأداة 25 ميجا أوكتي. أنا سبق لي وأن قمت بتحميل الأداة، إذا سأوقفها. إذا سنذهب إلى تيليشارجمون، سأبحث عن الأداة. إذا ها هي هنا، سأقوم بنسخ الأداة. يمكن أن أضعها في مفتاح USB أو في أحد الأقراص، مثلا القرص C. إذا ها هي الأداة، سأقوم بفك الضغط. إذا ها هي هنا، بها مجموعة من الملفات. إذا سأقوم بنسخ اسم الفولدر لأنني سأحتاجه فيما بعد. بعد ذلك سنقوم بفتح نافذة الأوامر CMD لأننا سنشتغل بالأوامر. قبل كل شيء يجب ربط الهاتف بالحاسوب عبر منفذ USB. إذا تم ربط الهاتف بالحاسوب، لكن يجب ألا ننسى تفعيل خاصية USB Debugging في الهاتف، خاصية تصحيح الأخطاء. بالنسبة لي أشتغل بهاتف ريدمي نوت 8. طريقة تفعيل هذه الميزة USB Debugging ستجدونها في صندوق الوصف في رابط الفيديو. بعد ذلك سأقوم بالولوج إلى مسار مجلد الأداة التي قمنا بنسخها في القرص C. إذا تم الولوج إلى المسار. الآن سأكتب الأمر التالي: ADB Devices، تعرف على الأجهزة المتصلة. إذا هنا
تم التعرف على جهاز الهاتف المتصل عبر منفذ USB. الآن سأقوم بتنفيذ الأداة scrcpy.x. إذن كما تلاحظون تم عرض شاشة الهاتف على الحاسوب. الآن يمكن أن أتصفح الهاتف عبر الحاسوب. يمكن أن أعرض الشاشة أفقيا أو عموديا. كما يمكن أن أقوم بتكبير النافذة لتظهر الشاشة كبيرة. إذن كما تلاحظون يمكن أن نقوم بعمل إعادة تشغيل الهاتف من خلال الأوامر ونكتب روبوت يتم إعادة تشغيل الهاتف. كما يمكن أن نقوم بتثبيت البرامج عبر الأوامر. يمكن أن نحذف البرامج كذلك عبر الأوامر. كما يمكن تنفيذ عدة أوامر أخرى. الآن نحن متصلين بمنفذ USB. سأقوم بإغلاق نافذة الأداة. الآن سنتصل هذه المرة باستعمال الواي فاي يعني بروتوكول TCP/IP. سأكتب الأمر التالي HTTP/TCP/IP ثم المنفذ 9999. يمكن اختيار أي منفذ للاتصال. بعد ذلك سأقوم بالاتصال. سأكتب الأمر HTTP/Connect. هنا ينقصني الأدرس IP الخاص بالهاتف. سأبحث عنه من خلال الأمر CMT. سأكتب IP config. إذن ها هو الأدرس IP الخاص بالهاتف لدي. سأضيفه هنا إلى الأمر ثم المنفذ 9999. إذن تم الاتصال بالهاتف عبر البروتوكول TCP/IP. الآن سأقوم بحذف كيبل USB وتشغيل الأداة. سأكتب scrcpy.x. إذن تم تشغيل شاشة الهاتف في الحاسوب بدون كيبل USB يعني عبر الواي فاي. إذن قبل تشغيل الهاتف عبر الواي فاي لابد من الربط بـ USB في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك نحذف الـ USB ونتصل عبر بروتوكول TCP/IP. مشاهدينا الكرام، ستجدون الأداة أسفل صندوق الوصف، كما ستجدون طريقة تفعيل خاصية USB Debugging في جهاز الريدمي نوت 8. شكرا على انتباهكم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بهذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.